السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تبدون آراءكم باللي عندكم من مواضيع أو اللي موجودة وطرحناها لكم وتشاركونا بها. نبدأ حلقة اليوم بأول ملف من ملفاتنا واللي هو ملف التعيينات والمشاكل اللي تصير به والمشاكل الصايرة من وراء هالموضوع، واللي الناس دائما تتظاهر حتى تحصل حقوقها بالتعيين على ملاك واحدة من الوزارات اللي بالعراق. ولهالسبب العلوميين بمحافظة البصرة الظاهرة وطالبوا بتوفير فرص عمل لهم وتوفير وظائف لهالشريحة من خريجي كليات العلوم، وردد المتظاهرون بوسط هاي التظاهرات هتافات طالبوا بها بالتعيين على ملاكات الوزارات العراقية وبالشركات المعنية بتعيينهم. خلونا نشوف تظاهرات العلوميين أمام شركة نفط البصرة. المتظاهرين من العلوميين اللي كانوا بهاي التظاهرات أكدوا بهتافاتهم أنه ما راح يتركون هذا الموضوع وما راح تنتهي هاي التظاهرات بيوم ويومين، وأكدوا أنهم راح يبقون بمكانهم هذا يتظاهرون حتى يتم تلبية مطالبهم، وأكدوا أنه الاعتصام مالتهم مستمر حتى يتم تلبية المطالب. واللي يريد يشوف هذا التأكيد موجود ويانا بهذا الفيديو. اليوم باقي على وعد ما ترجعون، ما نرد إلا تعيدون، اليوم باقي على وعد ما ترجعون، ما نرد إلا تعيدون، اليوم باقي على وعد ما ترجعون، ما ترجعون إلا تعيدون، اليوم باقي على وعد ما ترجعون. كالمعتاد عندنا تظاهرة، معقول القوات الأمنية ما تشارك بها؟ لا مستحيل. اللي صار هناك أنه القوات الأمنية فضت تظاهرات طلبت الخريجين من الكليات العلومية وسوت أنه فلشت الخيمة اللي هم متظاهرين بها أمام شركة نفط البصرة واعتدت على المعتصمين الموجودين داخل الخيم. خلونا نشوف اعتداء القوات الأمنية عليهم. بس اللابتوب مقتدي اللابتوب. لا تصور. أرد أسأل اللي قاعد يتعارك ويا الطالب أو الخريج أو المتظاهر ويقول له دا أقول لك لا تصور، شنو مشكلتك إذا صورك؟ إذا أنت ما مسوي شيء غلط ليش ماذا تقبل بالتصوير؟ إذا أنت ما مسوي شيء خارج عن المألوف ليش ماذا تقبل بالتصوير؟ إذا أنت ما مسوي شيء تحسه من داخلك أنه هو غلط لعد ليش تعمل فيها بهاي الصورة؟ لما واحد مسوي شغلة صح وواثق من عنده تريد الصور ما تريد الصور براحتك،
ما حد جاي عليك ومكتشف شغلة أنت مسويها غلط وخايف من عندك وخايف أنه تنكشف وتقول له لا تصور. أنت ما متزوج نسوان اثنين وطالع بالكاميرا ويا مرتك الثانية وخايف للأولى تلقفك. فأردفتهم هاي شغلة لا تصور. شنو فيلمها بالعراق؟ يا هو تحكي يا يقول لك ممنوع التصوير. ليش؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا بحلقة اليوم من مهند المياحي على منصة فيسبوك كاتب ثورة العلوميين. مطلبنا لا رجوع عنه إنصاف العلوميين بالتعيين وفق القرار 192 الفقرة 2 الصادر من مجلس الوزراء لسنة 2021. حسن منخي جابر يقول لا ترد الحقوق إلا بالثورة، فنحن الخريجون ماضون بثورتنا ولن نتراجع أو نستسلم إلا أن تتحقق المطالب، ومطلبنا هو أبسط حقوقنا والتي خرجنا من أجلها. أم رهف في بلد الخيرات في بلد العطاء العراق، وتحديدا البصرة عروس الخليج المعطاء. الجيش يتهجم على أبناء البصرة العلوميين أصحاب الشهادات لمطالبتهم السلمية بحقهم القانوني والدستوري وهو حق التعيين. وسارة كوين تقول سيادة المسؤول تحية طيبة، هكذا يعامل الخريج المثقف المطالب بحقه، لا رجوع عن مطلبنا وهو أقل حقوقنا. هاشتاغ التعيين وفق القرار 192 الفقرة 2 الصادر من مجلس الوزراء لسنة 2021. إذن الناس يقول لك احنا دنا الظاهر لأنه أكو قرار، هذا القرار رقم 192 بالفقرة الثانية اللي طلع عن مجلس الوزراء بسنة 2021، القرار يمنحنا الحق بالتعيين وعليه ما راح نسكت عن حقنا. هذا ما يخص ملف التعيينات أو ملف التظاهرات اللي هو تكلمنا به عن العلوميين وتظاهراتهم أمام شركة نفط البصرة. طبعا هاي مو أول مرة يظهرون الناس، أكو هواية من الخريجين بالعراق باقي الأقسام أو باقي نواحي الحياة أو باقي الكليات اللي درسوا بها، مو بس العلوميين، لا اللي يشتغلون اللي تخرجوا من الصحة كطبيب كصيدلاني كممرض كأي شيء يخص الصحة الظاهرة وبهذا الخصوص، اللي تخرجوا بالمالية أو كليات المالية والمصرفية كمحاسبين وما أعرف شنو، واللي يشتغلون في أمور معينة تخص الأموال الظاهرة، اللي تخرجوا من قسم التاريخ كذلك، اللي تخرجوا من قسم الآداب كذلك، اللي تخرجوا من الفنون الجميلة كذلك، اللي تخرجوا من كلية الإعلام كذلك، كل اللي تخرجوا من الكليات العراقية هم دا يطالبون بتعيين، مو بس العلوميين أمام شركة نفط البصرة. المهندسين اللي قبل فترة أيضا بالبصرة أمام حقول النفط قاعدين يظهرون، لأنه أكو عمالة أجنبية جوا والخريج العراقي واقف برا وده يظهر وينضرب وينهان، وهو يقول لك أنا أريد أتعين، ليش الهندي والبنغالي والباكستاني جوا متعين داخل الحقل وأنا برا واقف وما لي تعين؟ أبو عمر ويانا حياك الله. حياك الله أستاذ أفل المحترم، وحيا الله سنة الرافدين وجميع المشاهدين الكرام. حياك الله أبو عمر. أبو عمر عندي سؤال جبالي هسه من ذكرت العمالة الأجنبية. نعم. يعني هسه عندنا تظاهرة للعلوميين، العلوميين اللي هم خريجي كليات العلوم يشتغلون بأكثر من مكان، كم محللين بالمختبرات، يشتغلون كبيولوجي بشركات النفط، يشتغلون بهواية أمور. اليوم أكو تظاهرة أمام شركة نفط البصرة للعلوميين يقولون إحنا نريد تعيين، وقبلها فترة الخريجين العراقيين أمام شركات النفط بالبصرة أيضا قالوا الأجنبي جوه متعين ويأخذ راتب ومأمن روحه وأنا العراقي ما ألي شيء، ليش؟ أستاذ أفل، إحنا بالنسبة للعراق من 2003 لحد الآن، يعني بالعالم كله بالدول الأوروبية أو الدول العربية، الشعب من يصير إلى فد مجال أنه بحقه بالتعيين، هذا المفروض على الحكومة أنه تعينه. يعني صفوة المجتمع ولبوة المجتمع هم الخريجين، هم اللي يبنون الشعب، يبنون الأمة، وهم يكونون القيادة الأولى يعني للشعب، وهي الدولة نفسها تفتخر من عندها ناس فاهمين، ناس كفؤين، ناس مخلصين لوطنهم، فإلها لازم تكون الدولة ثقتها بشعبها،
ايضا الشعب نفس الوقت يكون ثقه بدولته. بس للاسف احنا من نجيب عملاء اجنبيين هذول، يعني استاذ قبل الحكومه يعني تقصد بانه ما ثقه بشعبه، فهذا شيء خطأ غلط ممكن ان يكون يسبب يعني غيره للشعب العراقي، غيره بالنهوض يعني الى ثورات كبيره، غيره بانه من يتكلم عن الحكومه، يتكلم عن العمال الاجنبيه اللي قاعد تستلم رواتب ومبالغ، فهذول ما يفيدون البلد مثل ما ابن المواطن اللي تعب على نفسه هو اللي يخدم البلد. باكر عقبه هذا الاجنبي راح يستلم رواتبه ويستلم مبالغ من مده سنه سنتين اربعه، راح يعوق البلد يطلع، بس ابن الشعب ما يعوق البلد، لان راح تجي اجيال من بعد اجيال اللي راح يخدم هذا الشعب، فهو الشعب المواطن بنفسه. هذه من يكون لها رد ابعاد كثيره، منها انه المجتمع انه يخلق روح وطنيه، روح عراقيه، مبدا مخلصه هذا الوطن وناسه واهله، خاصه من يكون المواطن من ابن الشعب والناس تعرفه وإلى مكانته. الشعب او ابن المحافظه او من اي منطقه كانت يفتخرون به من يكون عندنا مواطن يجي مخلص اللي يحب بلده واللي يسوي انتاجه واللي يقدم يعني طاقاته من اجل بلده بدون اي تدخل عملات اجنبيه ما يبين عليها. هاي المفروض الحكومه تخلي توصل الى حل وتخلي ابن الشعب هو الاولى، لانه الشعب هو العايش بهاي الارض واكل وشرب من عندها ويترعرع من عندها. فللاسف احنا ما لقينا من هاي الحكومات اللي حكمت العراقيين تحب هاي الطاقات وتحب ابناء شعبها من اجل كرامته، من اجل ان نكون مبادئ، من اجل تكون الى وحده وطنيه مخلصه بين العالم والمجتمع، وكل العالم يعرفون انه العراق يحب بلده ويحب ناسه ويحب ارضه فيتبنى. بس للاسف هاي الحكومه ما تريد وطن، ما تريد حب الشعب القاعه واهله وناسه، تحب دائما تحب تفرض الغريب الاجنبي على ارض شعبه. فهاي حكومات يعني غير معترفه بشعبها وغير مخلصه بشعبها. للاسف احنا بنشوف هاي العماله الاجنبيه اللي قاعده تستفاد ودلاله على انه يعني تاثر بشعبها وتضعف من طاقاتها، يعني من يعني الناس اللي قاعد يتخرجون، يعني تصير عندنا قله بالخريجين، تصير عندنا قله بالمقوميه، شكرا لك ابو عمر. ملفنا الثاني بنحكي به مشاهدينا الكرام عن الخدمات التعبانه اللي تصير بالعراق، شكاوى تصير بين فتره وفتره بين منطقه ومنطقه بمكان ثاني ومكان لخ، واكو شكاوى تتكرر بهوايه اماكن بسبب الخدمات اللي ما لها حل. هذا الموضوع راح نحكي عليه، بس عندنا فاصل قصير ونرجع لكم وراها. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة، نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة. ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام، مثل ما قلنا قبل الفاصل انه نحكي به عن الخدمات، نحكي عن موضوع الخدمات اللي تخص الكهرباء، اللي تخص المي، اللي تخص المجاري، اللي تخص الشوارع، اللي تخص المواطن العام بشكل عام. والخدمات مو بس موجوده بالبيوت، لا، الخدمات بنا تحتيه مدارس، مستشفيات، دوائر، كل هاي خدمات، اي شيء يخدم المواطن هي خدمات.
ملف الخدمات أكو به هواية مشاكل. مثلاً عندنا شكاوى من أهالي النهيرات الشمالية بسبب تلكؤ العمل بالمشاريع اللي تخص رصف الشوارع بالمنطقة. فيديو وصل لنا يشرح به وضع حال أهالي النهيرات الشمالية بقضاء القرنة شمال البصرة وسوء الخدمات بها وصعوبة تنقل المواطنين والطلبة بين شوارع المنطقة. واللي يريد يعرف حال النهيرات هذا حالها. الله وكيله. هذا واقع والله. هذا واقع مصر. لا هذا واقع. تصور هذا. شوف تصور هذا ونشره على الواقع. اسمعي وقولوا هاي شركة الجدار الساند. شركة الجدار الساند الشركة اصلا لا تمت الى كلمة الجدار الساند. الجدار الساند جدار الساند ولا الجدار الساند. جماعة واقع ترى. لا واقع ولا. شوف شوف هذا الزبون. هذا تصور هذا الزبون هذا. هذا هو هذا اللي هو مسوين على اساس بويز جابه ورمل خلطوا وين المي وين الطين وصار زبا. هذا زبا. هذا سيول صار. هي شوفه. شوفه تفضل صل على. شوف على انت وياي. شوف تفضل السوداني انت وياي قيم مقام انت وياي الطفال مدير البلديه قال انت وياي وانا يا شوف هذاك تفضل سعد عدي. تفضل انت قل له سعد عدي. تفضل وينك سعد عدي. نقدم لكم بحيرات القرنة الطينية بخصوص الخدمات اللي هاي طلعنا فيديو عليها. عندنا علي من ذي قار. حياك الله يا علي. حبيبي أقول لك بس سؤال. نعم. بعد روحي تمني من وين؟ نعم. تمتم من وين؟ من وين؟ شنو مدى أسمعك صوتك ناصع علي لي. تفضل. تمتم من وين؟ انت من وين؟ احنا قناة عراقية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. العفو. بس من خصك انت من 2014 ليش صرت 11؟ شنو؟ هي ابتين قناة عراقية بس انت من 2014 ليش صرت 11؟ بس هذا اريد اقوله. سميتهم الدولة. رجعنا الى نقطة. هاي النقطة هواية حكينا بيها وراح ارجع اجاوبك بيها. احنا انت تقول لي 13 و14 تنظيم ارهابي دخل على العراق وحكينا على هاي الموضوع هواية. 14 من دخل تنظيم داعش ليش تفسرت وياي بعد قلبي؟ بس علاوي علاوي حبيبي علاوي علاوي اذا تسمعني. تسمعني لو لا؟ انا سمعك. انت رجعت لي 13 و14 وحكينا تنظيم ارهابي دخل المناطق وشون دخل ذيك المناطق ومنه عاف الاسلاح مالته ولبس الدشداشه وانهزم والبرلمان المن ذب الصوج. هذا كله حكيناه بوقته. هذا وقته راح ويا وقته. احنا ولد ال 2023 هسه بال 2023 يا علاوي يا حبيبي يا تاج راسي. انت بال 2023 القرنه بصرة الخير بعروس الخليج العربي بها بحيرات طينية، الناصرية بها مدارس طينية، كربلة بها مدارس آيلة للسقوط، مستشفيات العراق ما بها أدوية، الصحة بالعراق صفر، الجواز العراقي أفشل جواز، بغداد أسوأ مدينة للعيش، التعليم بالعراق خرج من اليونسكو. فإحنا ولد اليوم تريد تحكي على هذا الموضوع لو ترجعنا للبارحة. اي انتم جاي تصورون للعراق انه للعالم انه العراق مقبره يا اخوي. لا ما يصير يعني. لا هاي الصوره من وين يا اخوي؟ بلا زحمه اخوي المخرج طلع لي الصوره. هاي الصوره من وين؟ هاي جايب لك اياها من الهند. لا جاي تصورون والله العظيم انا ملاحظ قناتكم. احنا ما نصور يعني. احنا ما نصور حبيب قلبي. انا ما داس كاميرا وهي تصور لي واقول لك انا صورت. هاي موجوده ترى على النت وموجوده بتويتر وموجوده باليوتيوب وموجوده باقي قنوات تاخذها. مو أنا بس اللي رايح نصورها والناس اللي دسالف بيها عراقيين مو هنود. أخوي أقول لك يا أستاذ يا أستاذ يعني هو هذا الفقر وين ما كان يعني حتى بأمريكا. رحم الله والدك أخوي علي. هذا الفقر وين ما كان يعني مظالم الناس وين ما كانت تريد تدافع لي على كم واحد حرامي نهيبي جاي يحكم البلد. شكرا لك أخوي. طلعنا من القرن نروح إلى بعقوبة مثلاً. القاطون أخونا علي يقول ما موجودة. أطلعنا من القرنة عبرت لك البصرة طبيت لدياله شارع الصحفية. إذا إحنا بدنا نكذب روح أخويا بنفسك وصور. شوارع هناك بالقاطون غرقانة مي المطر يطوف
الطين قالب الدنيا واكو مطالبات من الاهالي انه يوجدون حل لهم. فاخوي علاوي من ذي قار شوف واسمع باذنك اللي صاير بدياله. هاي عالم ما تقدر تعبر. صفط صفط علي. هاي صف الطابوق شوف صف الطابوق يجي حتى العالم تعبر من المي وين مجاري وصف يا عم الله يلا هسه شلون وشكرا لكم على النشر. هاي الجهاد عمو شلونك بالماي؟ هاي دياله نطلع من دياله تتدلل ببطن عيني. اخوي علاوي اخوي علاوي خليك وياي وباوع هذا الفيديو اللي موجود وياي. هاي الشكوى على شركه للمقاولات كلفت هاي الشركه ان تقوم صيانه الخدمات والشوارع بمدينه الديوانيه بمحافظه القادسيه. الفيديو وثقه واحد من المواطنين الموجودين هناك واللي بين لك الحال بهذا الفيديو اللي مصوره الاخ من محافظه القادسيه ان شلون مي المطر باحياء الديوانيه وبشوارعها مقالب الدنيا بسبب الحفريات بسبب الانقاض المتروكه بسبب تهديم الشوارع بدون حسيب او رقيب على اعمال هاي الشركه اللي تنفذ رصف الشوارع بمحافظه القادسيه. خلونا نشوف. السلام عليكم. الله يساعدهم. هذا الشارع شوفوه، هذا الشارع قبل فترة كان مبلط. انشمل بحفريات شركة المجاري الأخيرة. هذا الشارع مو بالصومال ولا بأتعس بلدان جنوب أفريقيا، لا. هذا الشارع ولا بباكستان ولا بأفغانستان، قد يكون هاي المدن كلها حروب، يمكن أحسن من عندنا بهواي. هذا الشارع من إنجازات مديرية مجاري الديوانية وخاصة شركة نور الأفق اللي حفرت الشوارع بسبب أنه والله مجاري ما أعرف شنو. وشوفوا اللي صار بالشارع مع أول مطرة، أول مطرة خاصة بالموسم، تذكرون أول مطرة؟ هذا الشارع هذا حاله، شارع كله أطيان، الناس تريد تمشي ما تقدر. الشارع اللي شارع مدرسة الجواهري، عفوا إيه بوم الخيل يم مدرسة الجواهري. علاوي شفت هاي ثلاث محافظات، تريد نطلع لك بعد؟ تابع برنامج صوتكم يوم بيوم راح تشوف فيديوهات من هواية مناطق بهالخصوص هاي، لأن هذا مو أول مرة نحكي بي عن الخدمات بالعراق، ولا أول مرة نقول الكهرباء مقطوعة بالعراق، ولا أول مرة نقول المي مال المطر يطوف الدنيا ويسويها طين والناس تحير. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هاي التعليقات اللي الأستاذ علي يقول أنتوا دا تصورون. هاي الناس كاتبة، كاتبة وين؟ على الفيسبوك. عندك الخفاجي أخوي علي يقول الديوانية من 2003 من قام واحد يسلمها الواحد ما ثبت محافظ شريف كلهم اترس وشلع، يقصد اترس جوبك. هشام السومر يقول الفساد وصل إلى النخاع في الديوانية. التولة تقول أصحاب المناصب فاسدين، قلنا الوضع ما يتغير أو قلنا الوضع ما يتغير إذا مو تغيير شامل. عهد جمعة المفروض من الشعب الديواني نطلع عليهم مظاهرات بمكان الشركة وإحنا الشعب يسد الشركة لأن الحكومة مالتنا ويا الفاسد والحرامي لأن اثنيناتهم مستفادين والشعب الفقير هو المتضرر. أخوي علاوي هاي الناس كاتبتها مو أنا دا أقولها، عرفت شلون أخوي؟ فإحنا دا نطلع هموم الناس. الناس إيش دا تكتب؟ على شنو دا تكتب؟ أبو علي من الديوانية حياك الله أبو علي. أبو علي عندي سؤال قبل ما تسترسل بالكلام وياي. أخ علي من ذي قار يقول أنتوا دا تطلعون أشياء غلط ودا نشذب على الناس، ماكو هيك شيء صاير. أنت ولد ابن الديوانية وعدنا فيديو عن الديوانية اللي هي شركة صيانة هناك، تبين لنا الفيديو أنه شوارع طين بسبب تجمع مي المطر والحفريات والأنقاض. تقدر تنقل لنا صورة عن الشوارع بالديوانية أخوي العزيز؟ أقول له حبيبي علاوي الانذقار، أقول له جوعان وشبعان ما ترافق، ولا أنت راتبك 5 ملايين وداخلك بحزن، ترى احنا ناس فقرة، 25% بالعراق هم الفقرة، هم من الجنوب،
انت طاب الديوانيه مؤسساتها كلها بالايجار قاعده بالبيوت. انت تدري انا رجال عمره 50 سنه حاط سكر ما عندي، يعني انا راد كل اسبوع 30 الف حاط سكر. تدري انت الديوانيه البيت تلحق ضريبه كل شهر مليون بين ماي وكهرباء، وتدري الشوارع ما عندنا حب جعرات ما هو فيها الديوانيه، وتدري الدوله تضخ مليارات للديوانيه تروح للمحافظ وللنواب مالت الديوانيه، تدري كل دوائر الدوله صايره لقبائل تحكمها وتحكمها احزاب. تدري انت بالناصريه تدري بس حقك راتبك 5 ملايين داخل لك بحزب، بس ظلوا ما عندهم عشيره، احنا ما عندنا عشيره، ما عندنا حزب يغوينا. نعم. ولاكم من ينظر الى حالنا غير بس الله والامام المهدي، ما عندنا غيرهم، وهاي اذا ننقل صوتنا لعنا تستجاب ويا للدوله. نعم. تفتح القطه من دارها تستجاب لما يحدث بالديوانيه. نعم. المحافظ عليه 20 عمليه اختلاس يمشي ويطلع. الان مطلوب للدوله ما كهرباء مليون، هذا مليون دينار كذبون من السجن من الصباح وانت تسكت لا. نعم. هي عداله؟ هي عداله اللي تحكي بها من الناصريه؟ نعم. ثق بالله العظيم تطلع راح تصير هجره من الجنوب لبغداد لا صاله ولا تصير، من وراء العطش والجوع والظلم. نعم. الظلم اكثر من العطش والجوع. نعم 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 نعم. شكرا 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 لك ابو علي. جلال من بغداد، حياك الله يا جلال. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. اخي مذكوره قناه الرافدين علامات مقمون. حياك الله. يا اخي والله احنا ملينا، يعني هذا العراق ما له شارع، يعني على شنو نحكي؟ بس على المجاري، على الفساد، يعني عندنا راتب تقاعد والدي توفى، رادت يعني امي تطلعه، رادوا نص الراتب. نعم. ايه والله. ولا هذا يعني الشوارع والتبليط والفساد هاي ملينا بعد ما نحكي. نعم. قول المغيبين والمعتقلين حسبي الله ونعم الوكيل، ما نقول غير خير. نعم. نعم. شكرا شكرا لك يا جلال. ملفنا الثالث مشاهدينا الكرام نحكي به عن تظاهرات سكان مناطق المزارع بمحافظة النجف اللي طالبوا بها ان يتم ايقاف تفليش بيوتهم اللي هم عايشين بها من قبل الجهات الحكوميه. اللي صاير هناك انه اكو منازل للفلح والمزارعين اللي عايشين بالمناطق الزراعيه بالنجف. القوات الامنيه او الجهات الحكوميه دا تفلشها. الناس اللي عايشه بهاي البيوت شالوا لافتات وظهروا بمظاهره وشالوا لافتات بها طالبوا ان يتم ايقاف تفليش بيوتهم وان يتم ايقاف اخراج السكان واعطائهم مهله خلال 72 ساعه، يعني 3 ايام يفرغون البيت ويطلعون او يتفلش عليهم، واللي انطاهم يا محافظ النجف من دون ايجاد اي بديل لهم حتى يعيشون. السؤال اللي ينطرح هنا، الفلاح اوكي نعم هو يشتغل بارض زراعيه، الفلاح اوكي نعم هو يفلح ويزرع، لكن وين يعيش؟ يحط له خيمه بالقاع مالته ويعيش هو واهله؟ لازم له مكان. فانتوا اذا تهجروهم او طلعوهم من اماكنهم زين، اذا طلعوا وراحوا غير مكان، القاع اللي هو دا يزرعها منو راح يزرعها؟ خلونا نشوف. هاي اول فيديو من محافظة النجف. الفيديو الثاني، الحكومة لحد الان تزيل التجاوزات. التجاوزات بدت من سنة 2003، تجاوزات على اراضي تابعة للدولة، على اراضي زراعية، على اي مكان، لكن بدت بال 2003 وعاشت من 2003 لحد هاي اللحظة. انتوا اذا ما تفكرون بحل بديل للتجاوزات، هذا اللي قاعد بهذا التجاوز وين يروح؟ احنا هسه دا نحكي، ما دا اقول لك هاي المنطقه نظاميه، انا دا احكي المنطقه مو نظاميه بيها تجاوز. غير انت لما تريد تخلص من التجاوز
توجد بديل للي دا يسويه أبو التجاوز حتى تقعده. اللي صار هناك بالنجف إنه حتى الناس تعرف شنو هاي الفيديوهات، إنه المحافظة أو دائرة الطابو بالنجف قالت لهم أي واحد عنده قاع زراعية باني بها بيت يقدر يقدم لنا طلب يثبت لنا بيه القاع الزراعية مالته والبيت مالته، نحولها من طابو زراعي إلى طابو سكني اللي هي قطعة البيت، ويقدر يشتغل بالقاع وبيته مطوب. لكن الناس راحت هناك بالنجف لقت المعاملات مالتهم بالزبل قرب الدائرة الحكومية. الناس شو تقول؟ ورا ما نشوف الفيديو شو أقول لكم. أمام أنظار السادة المسؤولين في محافظة النجف وقضاء الكوفة بلدية الكوفة المقدسة، تطويب الأراضي الزراعية هاي هذا بيها هنا بالزبائل والنفايات، والناس تدور على أسمائها أمام أنظار السيد المحافظ. بلدية الكوفة اللي يريد اسمه يجي هنا بالنفايات يدور اسمه، طالعين الأوراق من البلدية وشامريها هنا، والناس تدور هنا اللي يريد اسمه يروح لهناك يدور. زين واللي وقع المعاملة بالنفايات منه؟ فارة مثلا؟ طبعا هذا الشيء كله مو بالعراق على قول أخوي علي من ذيقار. أخوي علاوي أنت باقي وياي لو قلبت الشاشة؟ أنت باقي وياي ودا تشوف هاي المعاناة؟ عفنا الطيانة باوع المعاناة مع المراجعين. نطلع من هالموضوع أوديك لغير مكان. معاناة المراجعين بالدوائر الحكومية مو جديدة. طبعا اللي صاير هناك الناس اللي ما تعرفه واللي قلت لكم أقول لكم عليه بنهاية الفيديو، لما نطلعوا هذا القرار القياعين اللي تابعة إلى واحد تابع الحزب أو واحد تابع الميليشيا أو واحد من المتنفذين اتطوبت وصارت طابو عقاري. لما نكملوا ذولا وجوي الناس العاديين معاملاتهم صارت بالزبل. فالناس تقول انه هذا القانون فصلوه فصال، يم خياط قانوني محترم وجدلهم القانون المحترم، حصلوا اللي هم يردوا وفدقوا الخياط. هذا اللي صاير. والناس علقت على هذا الموضوع. حيدر سالم الفتلاوي يقول ليش يعني لسه الدولة تضحك على المواطن والمواطن لساعتها بعدها ما مصدق صار 20 سنة. أبو حنين الكردي يقول شعجب شعب فقير يصدق بكل شيء، وحكومة كلاوتشية أخذوا المكانات المتجاوز عليها من قبلهم وبقى الفقير يسابق. أبو علاء عمي أنتم مو مال حكم، أنتم متآمرين على الشعب، مشلبين قوة انكشفت كل خياناتكم وصرنا مضحكة إلى العالم. عباس طه داودي يقول هاي هي حكومة الفاسدين والعملاء، كل عقلكم عميل يبني بلده. كانت هاي تعليقات الناس حول قضية التجاوزات وهدم دور الناس. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. أبو عبد الله. ألو. الله يسعدك سادتك. ويسعدك يا قلبي. أستاذ العزيز أنت من تقول جابوا خياط خياط قانوني وفصلهم هذا الشيء فصال، صحيح أنا أيدك بهذا الكلام. نعم. لأن أكو ناس هسه عتدرس القانون، يعني مثل هذول هسه يقول لك أنا محافظ أنا غيرها، عيدرس القانون في سبيل طب ثغرات قانونية يطلع نفسه من عندها، والشيء اللي بفائدة إله يعني شلون ذاك اليوم اللي تلا الآية يقول لك حلال علينا حرام عليكم. نعم. هذا الحكي مالهم. وعندك هسه من يعرفون المناطق الزراعية، قبل كم يوم بلشت على قناة صلاح الدين يطلع يقول محمد الشيع السوداني يصدر أمر أو يقول بعد من يدعم الفلاح اللي ما يشتغل بالتقنية الحديثة، لأن التقنية الحديثة
سلمنا اياها ودعمنا اياها، ادعم الفلاح مثل ما كان مدعوم قبل 2003. شوف الفلاح شو ما يشتغل بيها زين، انت ما رشه ما تنطي، كيمياوي ما تنطي، مواد ما تنطي، زين الفلاح ليش يشتغل؟ نعم. بس ما جمع احترامات الى الفلاح؟ نعم. زين انت ارجع قبل 2003 وشوف عندك المعدات الزراعيه قبل 2003 كان حصار على العراق، حصار قاسي من امريكا. المرشه تجي من برا العراق، المرشه مال شركه خريف من برا العراق مكلفه العراق 60 او الى 70 مليون. نعم. دول ما اللي تسمي اسماء يجي لك هالطائف هكذا هكذا. الزراعه قبل وتجهيزات الزراعه تنطيها ب 12 مليون وهي مكلفه 60 مليون على الفلاح. المدة 5 سنين يسدها قصب، اقساطات تصير عليه. ووقت المالكي تجي ب 45 مليون تفتح لازم 15 مليون واربع موظفين يكفلوك وترهن عقار. زين شلون الدعم؟ شلون الدعم؟ زين ارجع قبل 2003 برميل الغاز بيش وهسه برميل الغاز بيش وشوف الطوابير على 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 المضخات. نعم. يعني يفتعلون ازمه هم وايران، هم واسيادهم الايرانيين. يعني والله هسه الغاز قام ما يجي. الغاز 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 الوايل السال هذا الغاز مال السيارات والمحركات هسه والله صار تقليص به. زين ليش؟ زين انت مو تقول احنا بلد نفطي. نعم. وهذا البلد نفطي؟ مع احتراماتي لك اذا اقول هاي الحساب بس اخاف تزعل من عندي. نعم نعم نعم. يعني بلد نفطي واليقوده عفطي، هذول كلهم عفطي. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. سعد من كربلاء حياك الله. سعودي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا غالي. هلا بك. تفضل. والله احنا ردنا صوتنا، الورق صاعد كلش وازمه صايره بالمسواق ويعني. نعم. نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ سعد. اخ سعد يريد يوجه رساله انه يقول انه اكو غلاء معيشي صاير بالعراق واحنا نطالب ب ايجاد حلول لهذا الامر، واللي هو دا تحكي به الناس صار لهم فتره، خصوصا خفض قيمه الدينار العراقي امام الدولار او رفع قيمه الدولار امام الدينار اللي تسببت بهاي المشاكل. نطلع من معاناه المراجعين، عفوا من معاناه الناس ويا الهدم والتجاوزات، نروح الى الدوائر الحكوميه. اخوي علاوي ابو حسين بعدك مرابط وياي؟ ابقى وياي خليك اخوي. معاناه المراجعين بالدوائر الحكوميه تعرفها شلون صايره لو لا؟ عندي فيديو من كربلاء يوثق الازدحام والسرى الطويل للمراجعين بدائره الجنسيه بس حتى يحصلون على صوره قيد. واكدوا المراجعين انه اكو اكثر من 100 مراجع باليوم الواحد، على الرغم من هذا الشيء كله اكو بس موظف واحد هو اللي يقوم باكمال المعاملات للمراجعين. يعني تخيل هو ايش قد فتره الدوام 8 ساعات، قسم لي باليوم 100 على موظف، شوف ايش قد كميه الانتاج. علما انه كميه الانتاج للموظف بالعراق حسب التقارير الدوليه لا شيء. خلونا نشوف. شوف هاي العالم كلها واقفة على صورة قيد، طبعا من غير مكان جيتك صورتها. شوف هاي العالم كل هاي قاعدة على مو صورة صادرة عندكم. الله محمد والله. هاي من كربلاء غاتي. نطلع من كربلاء تدلل اخوي علاوي، اوديك البغداد تحديدا بمدينة الصدر، تحديدا بالضبط دائرة التموينية بمدينة الصدر بشرق بغداد. كاميرا من واحد من المراجعين بيّن بها الحال المزري للدائرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي بالدائرة، انتشار النفايات داير مداير الدائرة، عدم وجود نظام داخل الدائرة، السرة مع المراجعين وطول السرة بالدائرة. وثق الكيا بهذا الفيديو اخوي علاوي، خلونا نشوف. حال تموينية مال مدينة الصدر
الاخبار. كهرباء ماكو والعالم دايخه. ما تعرف وين تروح وين تجي. واضح؟ وين نروح وين نجي مال. كل على اللايتات تشتغل. استلم. باع السرعة مال حاجبة. باع من واصل. باع باع باع. استلم. هذا حال المدينة. والله هذا حال ما الدائرة حكومية. ببلد مثل العراق بالأموال اللي انباقت فوق الألف مليار دولار. حبيبي عبالك هذا الشيء بحده موجود تدلل أخويا نعوف الموضوع نروح لوزارة الصحة. موظف بدائرة صحة ديالة تفاجئ وراء 20 سنة خدمة يعني من حقه يقدم تقاعد وراء 20 سنة هو يشتغل بالدائرة كموظف بصحة ديالة إنه ما عنده أمر تعيين. يعني هو طاب يشتغل ويستلم رواتب 20 سنة إذا استلمها ما أعرف وعنده حوافز وعنده ترقيات واحتمال طالع إفادات والأخ ما عنده أمر تعيين حتى يفقد كل حقوقه وسنوات خدمته رغم أنه يمتلك كتب وموافقات تثبت أنه هو موظف بشكل رسمي. خلونا نشوف. سامع بالعراق إلا أنه شخص يخدم أكثر من 20 سنة في دائرة مدنية وبعدين يقولون له أنه أنت ما عندك أمر تعيين وما عندك تقاعد. هذا شيء جديد على العراق. اليوم أبو طارق الممرض الماهر محمد علي إسماعيل بعد خدمة 20 سنة تعين في عام 2003 في معسكر كركوش تعين في وزارة الصحة دائرة الصحة ديالة يداوم خلال هاي الفترة 2019 تمرض أخذ إجازات مرضية خلال هاي الفترة هو حاليا كان مصاب بمرض شلل نصفي فأخذ إجازات اليوم وصل إلى مرحلة أنه للتقاعد بعد ما راجع للتقاعد وعائلته راجعوا وتفاجأوا يقولون أنه ماكو أمر تعيين. أنا بإيدي وثائق تثبت أنه هذا الرجل خلال 20 سنة هو يعمل مدير مركز وموظف في دائرة صحة ديالة شهادة آخر راتب. هاي الإجازة اللي صادرة من دائرة صحة ديالة باسم محمد علي إسماعيل صادرة عام 21 إجازة مرضية للموظف 6 أشهر وصادرة من دائرة صحة ديالة باسم موظف. اليوم دا يتفاجأ يقولون له أنه أنت ما عندك أمر تعيين. هذا الروتين والإشكاليات اللي بالحكومة ما المفروض أنه المواطن الفقير هو اللي يتحملها. هاي واحدة من اثنين. يا اسمه محمد إسماعيل ما أعرف شنو سواها مجيد إسماعيل ما أدري شنو واحد أخذها بمكانه. يا متعين وأكو واحد فوقه ما يريد يطيح حقوقه شال أمر تعيينه. يا أمر غلط لأنه ليش نستغرب إذا وزير داخليتنا متعين غلط. وزير داخليتنا نور المالكي يقول صار قائد عمليات بالغلط تشابه أسماء. فهي تحتمل واحدة من هاي السوالف. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع. تخيلوا واحد يشتغل 20 سنة ويستلم رواتب وإجازات وكتابنا وكتابكم وراه يطلع ما عنده أمر تعيين. شو وقت لما يوصل للتقاعد؟ والله كل شيء أتوقع. مصطفى حسن يقول من هاي الحكومة إذا ما عنده أمر إداري بالتعيين شلون تصرفوا له راتب؟ هاي بكل دول العالم ما صايرة إلا كله. وظافر الزهير يقول هاي أحد عجائب وغرائب الدنيا شلون كان يصرفوا له راتب إذا ما عنده أمر إداري؟ زياد لفته يقول والله العراق عايش عليك يا الله لا تخطيط لا ضبط ما ندري شلون تاليها. والعمدة يقول دولة مضيعة صولك عابها المن تناشد يا من الحقوق ضاعت بهالبلد ملتهين بالخمط يا حقوق يا بطيخ. ويا جماعة أتمنى تعوفون الرجال الأخ محمد إسماعيل بضيمة وتركوا ولا تذكرون الحكومة أنه صار في له راتب بدون أمر ليسووا له بلاتيقة ويقولوا له تعال اصرف رواتب مال 20 سنة أو رجع لنا تعويضات مال رواتب 20 سنة. يعني ما أعرف الناس
أو العراق شدي يصير بي. يوميا نسمع لنا شغلة ما صايرة بكل دول العالم. العراق رقم واحد بالعالم يسويها مثل هاي، مثل قائد عمليات تعين بالغلط وراها يصير وزير. أولياء أمور طلبت محافظة كربلة، دزولنا فيديو وأنت ترى، عفوا محافظة بابل، يشكون به من انقطاع التيار الكهربائي، وهذا السبب اللي أدى إلى تدهور التعليم يم جهالهم. خلونا نشوف. هنا عندنا كلش مو زينة كهرباء، خاصة في فترة هاي الامتحانات، يعني حتى تأثر على التعليم مال الطفل. طفل يجي بالبيت ما يلقي كهرباء، يجي الصبح يقعد يريد يقرأ له فد نص ساعة ما يقدر يقرأ، بالليل نفس الشيء كهرباء ماكو، وحتى مستوى التعليم للطالب نزل لجوا حتى يشتكون من الأهل التدريسيين، يقولون ليش مستوى الطالب بهاي الفترة نزل. الكهرباء أثرت تأثير رئيسي وسبب رئيسي بتدهور المسيرة التعليمية في العراق بكل المواسم، بالصيف ولا هسه، مو بس بالامتحانات، يعني بكل الوقت، يعني بالايام العاديه اللي هم الشهريه اللي يمتحن، هم من الليل كله طافيه الكهرباء، شو وقت يقرا الطالب؟ شو وقت يقرا؟ الليل كله طافيه، المولده تروح وتجي، يعني والناس حتى اغلب الناس بسبب ارتفاع الدولار قال ما عندهم كل ارتفاع اشتراك مولده، الدولار وين الناس تروح؟ يعني يحير بالعيشه، يحير بالكهرباء، يحير بالنفط، النفط مشكله والله العظيم، العراق مشكله عظيمه. الناس اذا تحكي بي انه الامور، يعني كهرباء ماكو، الطالب وين يقرا؟ علاله زين، اللاله تريد نفط، اذا نفط ماكو شلون شي شغل على الجداحه؟ تخيلوا اللي دا يصير بالعراق بسبب اللي صاير على هجمه شرسه على القران الكريم وحرقه في السويد وهولندا، وقيام احد اليمينيين المتطرفين في الدنمارك بحرق القران، واللي هو راسموس بالودان، بحرق المصحف الشريف امام مسجد كوبنهاغن بالدنمارك وتحت حمايه الشرطه الدنماركيه، وجدوا النشطاء والمغردين هاشتاغ او وسم تصدر ترند العراق اللي هو القران الكريم خط احمر. جبنا لكم بعض التغريدات. صالح الجسمي يقول: اساءت السويد للاسلام والمسلمين بحرق القران الكريم، ثم تبعتها هولندا واليوم الدنمارك، وكل ذلك بحمايه الدول نفسها واجهزتها الامنيه. هل نرى ونسمع عن اجراءات اخرى من الدول العربيه والاسلاميه غير الشجب والاستنكار والادانه؟ عبد الله السدرة: القيام بحرق القرآن الكريم من قبل المتطرفين يجب أن تلاقى استهجان من قبل الأمة الإسلامية أجمع والعالم أكمل، والضغط على الدول التي تسمح لهؤلاء الأوغاد من الاستمرار في هذا الفعل الشنيع. محمد سرحان يقول: غضب مطلوب، ردة الفعل الغاضبة تجاه الإساءة للمقدسات أمر إيجابي جدا، حتى وإن قلل البعض من جدواها فهي شعور مطلوب يدل على أن هذه الشعوب حية لم تمنعها تحدياتها الداخلية من الشعور العام بواقع الأمة ورفض إيذائها في مقدساتها. وسمير بياتلي يقول: تحرقون كتابنا وحكومتكم تسمح بذلك، نحن نقدس جميع الكتب السماوية، هذا الفرق بيننا وبينكم. كانت هذه التغريدات على هاشتاغ القرآن الكريم خط أحمر. مشاهدينا الكرام، بهاي نوصل إلى نهاية حلقة صوتكم لهذا المساء. نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء.